تأتي تعز الإسلام الهاون تقوم بتجهيزه الهاون للرمي على مدرسة الشرطة بحال العسل. تجهيز المعدات لنصب الهاون للرمي على مدرسة الشرطة بحال العسل. كتيب تعز الإسلام فاروق حلب. الله أكبر. كتيب تعز الإسلام الهاون فاروق حلب. تجهيز الهاون 120 لرامي على مدرسة الشرطة بحال العسل. الله أكبر. هذه قذائف الهاون. ما بدها هلا اول وحده تكبس لحالها. بعد يا عم شباب تيجي بدها ثلاثه. يا عم شو من هيك هيك تقلي هيك تقلي هنيك تقلي هنيك يا شباب. الله اكبر. أبطال فاروق حلب. كتيبة عز الإسلام للهاون نصب الهاون للرمي على مدرسة الشرطة بإذن الله. وشبيهة خان العسل. ساعدونا بس يا شباب. شو هدول يا شباب؟ تقل عندك تقل عندك خلي شيء معهم. تجهيز
الهاون 120 كتيبة عز الإسلام الهاون فاروق حلب للرمي على مدرسة خان الشرطة خان مدرسة الشرطة بخان العسل آخر معقل شبيحة في ريف حلب الغربي. الإخوان المجاهدين يقومون بتجهيز الهاون ضبط الهوين قائد عمليات الفاروق النقيب عمار سعد الدين أبو نزار Thank you.
هلا ما في مجال ابو احمد قول لي هذا شغله 10 دقائق بس ان شاء الله تبعها كانه عصير ده شوي ليش دجوه لما حطيتنا هلا انا حطها تجهيز الهوان 120 كتيب تعز الإسلام الهوان فاروق حلب للرمي على مدرسة الشرطة قذائف هوان صاروخية جاهزين لا بس طب 52 ساعة توصل لعنده نحن بكل الطلقة فهنا اي بس هذا مين